هو زاد خيل واحد. اي والله هذا هو صغير. هلا بي يا اخي، اقسم بالله يا احب اللعبه، حتى الخيل كذا حطوه صغير ويكبر مع الوقت. خلاص اذبحوه يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقه جديده من بنشت. وصلنا في الحلقه الاخيره الى نهايه موسم الشتاء، وهذا شيء جميل اني انهي في نهايه موسم الشتاء، بحيث ان مجرد ما اشغل لعبه على طول راح تصفر، او راح ندخل في موسم الربيع وراح تصفر اللي هو الاحصائيات كامله تبع السنه الماضيه. هذا الخانتين مثل ما تعرفون حق السنة الماضية، وهذا الخانتين حق السنة الحالية. فمجرد ما ندخل الربيع هذا راح يكون أصفار ويبتدي العد من جديد. في نهاية الحلقة الأخيرة يا طويل الأعمار بنينا المدرسة، وبنينا طبعا المدرسة هذه صغيرة والشغلات هذه صغيرة كلها للأمانة راح أطيرها، لأن المود هذا يعني فيه ميزات كثير، لكن المباني الصغيرة ما عجبني منها إلا المبنى الرئيسي هذا اللي أقول لكم يطلع لي الإحصائيات. لأن صراحة إذا ما عندنا هذا المود، أو إذا أنت يا عزيز المشاهد ما عندك هذا المود، راح تضطر أنك تنتظر قرابة 10 سنين عشان تقدر تكاليف المبنى الرئيسي هذا. طبعا المبنى الرئيسي خليني أرويكم إياه، هذا التاون هول 62 و 124 ستون، يعني مرة يبالك. الحين احنا في أي سنة؟ تقريبا في السنة الثامنة، يعني يقول السنة من بعد السنة العاشرة ممكن تقدر تبنيه. طبعا هذا راح يخرب عليك ويأخر تقدمك بشكل كبير. تيجي على هذا يا زين المود، تروح السي سي مني، هذا هو وينه، والله ما يظهر لي، بس تقريبا 10 خشبات بنينا. تكلم من فرق كبير. فيه تنبيه جاني انه قال فيه تاجر، اوه يا التجار. اول شيء يا شباب احنا بنينا لسه ما خلص، بنينا تريدنج بوست ثاني، وبنينا مدرسة، وبنينا بير بحيث يجونا البدو كذا يقولون ممكن ننضم إلى مدينتك وكذا، وعلى طول طق راح يقلب معانا أو يرتفع عدد السكان بشكل كبير. أنا ما راح أقبل صراحة إلا لو أنا مضطر، وهذه نصيحتي لك عشان لا تزيد الكثافة السكانية والغذاء يروح وكل الأساسيات هذه اللي أنا كنت شغال عليها تروح الفاضي. لأن مثل ما قلت لكم أنا أمشي أول شيء أولويتي للطعام. هلا بالخيول، جاب لي خيول يا الربع، والله لا أشتري 6 خيول ببيعهم ب800، خلنا نقول مثلا $800. أنا عندي ببيع ل 800 بطاط، شيل يا مدير على طول. الفاير وود ما ودي أبيعه، الفاير وود صراحة غلط إني أبيعه، بس هذه الشغلات رصيتها كذا مثل ما قلت لكم. نشوف الأسعار في مبنى، راح أضبط مظابيطة بعدين بخبركم. المهم خلونا نختصر الموضوع هذا، نشتري بطاط أو نشتري 8 خيول ب800 بطاط تقريبا. خلنا نشوف 6 خيول 800، أو شت الواحد ب800 يا حبيبي تستهبل أنت، ب4800 أولي شيت. طيب خلنا نشتري اللي نقدر عليها عشان التاجر له فترة محددة. أقول بيع الفايرود 100، شيل 200 سمكة اللي ذي ما راح أبيعه، وهذا ذكرني معلومة راح أقول لكم عليها بعد شوي. 400 دكت ميت، شيل لك 10 زنجبيل و10 ورود يا حبيبي. كم يطلع توتل؟ 2700. كم نقدر نجيب فيها؟ تقريبا 3، أي بنقدر 3. أوكي لا ما أريد أدفع 379 زيادة، خلنا نقول 2000 تقريبا 2400، يعني لازم نقص 300 لو ما بعت الفايرود. انتبه انك تدفع له زيادة. اشترنا حصالين حاليا نسوي له تريد، ولو تلاحظون انا كنت مجهز للسطبل، فالحين بيقول لي هورسز، يا سلام سلم، او اني اقدر احطهم في هذا المكان. وش رايكم، عند المزارع او عند السكان؟ خلهم عند المدينة، بعدين ممكن نغير ترى المكان، نحط واحد. حاليا عندنا 7 عمال، نخلي واحد شغال في الاسطبل. طبعا يا شباب هذا العدد 2 من 9، اذا وصل عدد الخيول 9 هم طبعا بيتكاثرون الخيول، مجرد ما يجي رقم 10 راح يذبحونه وياكلون لحمه، وراح نستفيد الليذل، يعني بيجينا بعد جلد من الهورسز. انا كنت طالب صراحه ان التاجر يجيب لي شيب اللي هو شو اسمه الخرفان، بس ما جاب لي. هذا الاثنين اللي شريناهم لو سمحتوا، يعني الحين بيجيهم هذا راعي الاسطبل اللي وظفناه وبيسحبهم الى يعني قريب مره الحين المكان. طيب خلوني الحين اروح ادبر الاربعة هذولا اللي باقين اللي يطلبون 3200. خلنا نشوف الستورج والشغلات الزايدة عندنا، او من التاون هول اروح منتوري سورت باي كوانتيتي بالعدد. عندنا 5000 بطاط، وهذا يري 3200. ما اتوقع اني بشتري الخيول كلها صراحة، لان الانفنتوري عندي يعني الشغلات مهب كثير. خلا بس يجيب البلاك بيري هذا
وراح اشتري خيل واحد بكتفي بثلاثة اشتريهم خليهم سنة كذا ثلاث خيول وبعدين هم بيتكاثرون. طيب بالنسبة للاثنين هذا ليش ما نسحبه؟ انا وظفت واحد وينه؟ هذا هو بيكينج اب ريسورسز رايح البيت عشان يجيب شوية غريضات او اكل. خلنا نسرع الوقت شوي لانه مرة بطيء. ايش معك في الانفنتوري؟ هذا اوكي كان معها اغراض لانه كان عامل وصلها الى هنا. وبعدين طبعا مثل ما تلاحظون الستون ناقص ما عندي ستون فخلوني اكرف العمالة يجمعون ستون وبرضه الخشب عندي مصفر. فهذا الموضوع راح اجيه بعد شوي اقولهم قصقصوا لي الاشجار اللي موجودة في هالمنطقة. اوكي وشتها بيقرب انه يخلص والستون برضه اللي موجود في هذه المنطقة. يا سلام يا سلام يا سلام هذا صراحة رهيب جدا هذا اللي يزرع. كيف يزرع الصخور ما اعرف يا شباب بس المهم انه ابتكر طريقة انه يجيب لنا صخور. فودي اقارن انتاجه مع انتاج هذا اللي هنا. احنا سوينا برضو اللي يحفر اتذكر في الحلقة الاخيرة توفت اللي كانت شغالة هنا وبعدين استبدلها واحد. فراح نشوف اي واحد انتاجه افضل ممكن نخليهم الاثنين اذا انتاجهم متقارب. الشغلة الثانية اللي هو الستون طبعا ما عندي ستون في هذه المناطق مثل ما تشوفون يا شباب. البرد موضوع الملابس اوكي صفرت شو اسمه دقيقة خلنا نجيكم قبل موضوع الملابس ما ودي انسى الاحصائيات. الاحصائيات حق هذه السنة خلنا نشوف. شوف هذا صفر اللي هو استخدامنا وهذا انتاجنا. بنيجي الحين احنا السنة الماضية اللي خلصت انتاجنا كان 9400 واستخدامنا كان 6200 لو تنقصها من بعض قرابة 3200 فوق انتاجنا. فشي بسيط طبعا انا باني بيوت الحين هذا ستون وهذا ستون يعني بيتين ستون هاوس تقريبا ما بنيت غيرهم للحين. غريب ان ما في بيوت في هالمنطقة ليش ما بنيت هنا؟ هنا في مصنع بنيته وفورست. اجل هذا وين يروح؟ وين بيته يا طيب؟ ووو ابو المشاوير هذا لسه هذا الماين لسه ما هذا راح يجيب لنا ايرون سادة بس تقريبا تقريبا ما خاب ظني انه له فترة ويخلص الايرون اللي موجود. فانا شغال حاليا بالطريقة هذه اللي شفتوها هذه اكثر استدامة وهذه يموتون فيها العمال بسرعة انهم يدخلون داخل الجبال ويطلعون المصادر. نفس النظام على الكواري هذا شفتوها ماتت مدري شو اسمها هذيك. وعندنا الفورست هنا انتاجه اكيد ضعيف خلنا نزيد الفورست. الخشب دائما يخلص علي نخلي مثلا 4 في الفورست. في معلومة بعطيكم اياها الاربع فورست الوود كتر راح يكون كافي. شوف هذه تنبيهات كلها يقول لي خشب ناقص. فالاربعة اللي شغالين هنا يقصقصون في الاشجار ويزرعونها يا اخي كثير انه يقصقص ويزرع. خلها بس يسوي لي بلانت وانا بقصقص وش رايكم؟ بشغل اربعة كلهم بس يزرعون ولا اقول لك كت. هذه الحركة تدرون وين نقدر نستخدمها؟ انا عندي شغلة. المهم الاربعة هذلا كافيهم شخص واحد ما يحتاج انك تزيدهم تخليهم ثلاثة شغالين في هذا الفرع. واحد كافي. لكن انا عندي مصادر ثانية يستخدمون نفس الفايرود يجيبون الفايرود اللي هنا فيخربون على البيوت. فلذلك راح ازيد انا شخص ثاني شغال في هذا الفرع. وبره راح نبني فورستر ثاني لان هذا ما راح يكفي. فهذه شغلة. الفورستر الثاني راح احطه في هذه المنطقة. وين كان هو هنا؟ فورستر لودج. خلنا نقول في هذا المكان. ما شاء الله الدائرة حقه محللة 100%. هذا ما اتوقع ان في افضل من الانتاج هذا كله. شوف كيف الحدود وربي بالملي يا شباب يعني حتى هنا هذه بيقدر يزرع فيها. هذا مبنى ما ودي انساه عشان كذا تعرفون الحركة نعطيها اول شيء اولوية وبعدين نمسك المبنى ونعلقه هنا ورا راسي. هذه الشغلة الاولى. الشغلة الثانية اللي ودي اسويها اني ادخل على المود واجيب المباني الصغيرة هذيك فورستر صغير مني جاذرر لا هربلستر هذا هو مني هذا هو هذا ايش اريد منه؟ اريده يمسك المنطقة هذه ويكثفها اشجار. طبعا كل ما كان او الهنتر والجاذرر هذا الاثنين وفي واحد ثالث ناسيه اللي هو الهربستر اللي اخطيت في مكانه راح احطه في هذه المنطقة. هذه المنطقة وراح اعطيه امر بعد شوي نعطيها اولوية. تشوفون فراغ الاشجار هذا اللي هنا عند الهنتر وين الهنتر؟ هذا الهنتر وهذا الجاذر هاوس. هذا الفراغ يأثر على ادائهم دائما جنب الهنتر والجاذرر
وفي واحد ثالث يا اخي كومبو معاهم اللي هو الهيربستر تقريبا، هذا هو انا خطيت في مكانه، كان مفروض انه يكون هناك مع ان انتاجه كويس يجيب لي ثلاثة هيرب ويعالج المدينة. هذا وش يسوي؟ هذا يجيب الادوية الهيرب بس ويداوي فيه الناس بالعشاب، لكن مكانه غلط، راح ازيله وابنيه هناك. طبعا يوم اسوي له ازالة لازم اطفي ولا خله شغال عشان ما انسى اني اوظفه هناك. وهذا المبنى برضه ازالة الماركت، وهذا المبنى المدرسة، المدرسة قربت تخلص ما شاء الله تبارك الله، طابقين. طبعا العلم لازم نرفع مستوى العلم ونبين هذا في المبنى بحيث انه يكون مرتفع عن المدينة. هلا بالخيول، شوف هذه دخلت الخيول، باقي خيل ثاني لسه ما دخلته تقريبا. هذه ولا هذه ليبر؟ لا عامل، هذا هو ايش اسمه، هيردسمان. اوكي حن ايش تسوي انت هنا؟ يضبط الحشيش في المنطقة وبعدين بيجيب الثاني. التريدر الثاني هذا لا ننساه، بنشتري الخير الثالث. جاب لي الألف، لا لسه 500. خلاص بصرف اللي موجود وبشتري 1800، قدر الله 300 بطاط بنضحي فيها ونشتري واحد هورس، رغم انه والله ودي اشتري اكثر لان هذا مصدر جميل. يعني راح اضحي بالاكل كله، بشتري اثنين حاليا قبل لا يمشي، وبيبقون اثنين. هذا لا على المدى الطويل تحتاجهم، فما في مانع انك تضحي بشوية بطاط اللي بتزرعه وامورك طيبة. تعالوا صح، مفروض كل سنة بداية كل سنة اجي اغير الانتاج، مثل ما لاحظت البطاط عندي كثير، مش مشكلة. هو بدأ في الزرع بس راح نغير، نقول لهم هذه السنة نباها كلها بلاك بيري من باب التنويع، لكن هم في الحالتين طفشانين من البلاك بيري وطفشانين من البطاط، لكن ما في حل. عندنا لين ما يجينا تاجر، اوكي خلص الدك هذا، لين ما يجينا تاجر يجيب لنا البذور. هذا راح نوظف فيه له شخص ثاني. شوف هذا طلع لي علامة استفهام لانه ما في احد شغال هنا. خلنا نطفي هذا فترة ونقول له واحد من واحد عشان يضبط. الحين واحد هنا في الفرع هذا، واحد في الفرع هذا، والتوتل اثنين في المكانين هذول، اثنين تجار يعني في المدينة كاملة. هل 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 اي وش مشيت العبيط. المهم طبعا الستون والخشب اللي وصيتهم كله يختفي بسبب ان المباني لسه، مباني الحديد تحتاج ستون كثير مرة، وهم لسه في ستون كثير هناك. راح اخليهم يشطحون الى المناطق هذه ويجيبون لنا الستون. بس على كذا لازم اني اضحي بعدد اعماله كويس عشان اجيب الستون اللي بعيد، فخليه شوي، خليهم بس يجيبون هذا، بعدين راح اجيب الستون كله اللي موجود في هذه المنطقة. هذا طلع لي علامة استفهام. ليه علامة استفهام؟ انت مين انت؟ انت الهيربستر. ايوه عشان كذا انا ما كنسلت وظيفتك عشان ما انسى اني احط لك المبنى في هذا المكان. انا حطيت ميني فورست ونسيته. هو الفورست قلت لكم عشان يزيد الكثافة، وكل ما زادت الكثافة كل ما أداء الهنتر. شوفوا الحين مثلا أداء الهنتر السنة الماضية 680 و 120 بير. فيه دببة هنا، الدببة على فكرة شكلهم خطورة، عادي أي هنتر يموت بسبب الدببة. أنا ما أشوف صراحة أي دببة، أذكر أني شفت حيوانات ثانية مثل غزلان، كرمكم الله الخنازير وغيرها يعني من هذه الحيوانات. طبعا هم يتجنبون الاماكن اللي فيها صناعات او الاماكن فيها البيوت، لكن ممكن اذا مشيت في الماب كذا تحصل من الحيوانات المفترسة اللي ممكن تعرض مدينتك للخطر. المهم نيجي عند المباني الصغيرة ونحط الهيربستر الصغير هذا في هذا المكان. انا كنت ملخبط الدائرة حقه، كنت احسبها لازم يكون داخلها البيوت اللي راح يعالجهم، فكنت حاطه في هذا المكان بحيث يغطي المنازل هذه، لان للأسف ما يقول لك الدائرة هذه حقت ايش. نفس ما كان في احد المقاطع تسألوني على الدائرة الحمراء هذه، هل هي تعني الازعاج ولا تعني انه لازم مثلا المكان هذا يتطلب خشب او يكون فيه فايرود في الدائرة. لا هو هذا صراحة ازعاج، نفس نظام سيتي سكاي لاين والمباني هذه. حتى انت ممكن تجرب وتحط بيوت في هذه المنطقة، بتشوف ان سعادتهم سعادة كل فرد داخلها، تقدر تمسكهم
وتشوف النجوم هذه الهابينس راح تقل. بس انا حاليا في بالي كم من شغل لما انا ما ودي انساها. شوفوا عندي في السبرينج 9 اللي هو السنة التاسعة من السبرينج، واضح عندكم في 3 بالغين صاروا عمالة، فزاد عندي عدد العمالة، يعني وصل عمرهم 10 سنين. فالحين عندي عدد عمالة كويس، راح اجيب الستون بحيث اني اقدر اكمل المباني حقي بدون اي مشاكل. راح اوصيهم يبعدون شوية من المدينة ويجيبون كل الستون اللي يقدرون عليه من هناك، لان صراحة مسألة الستون متعبة. وراح نسرع الوقت حبتين. المدرسة قربت تخلص، والفورستر الخشب قلنا ان شاء الله ان مشكلته محلولة. حلو، شوف الدائرة، يعني هذا الاشجار ممكن اقصها اللي برا دائرة الهنتر والقذر، وهذه برضو اشجار على اليمين هنا ما يحتاجونها ابدا، تقريبا من هذا السطر ما لها اي لزمة، هذه كلها ما لها اي لزمة. انا بدي صراحة اكنسل البلدر، خليه مع 7 عمالة يروح يكسر، بعدين مرة واحدة يبني كل شيء، مرة واحدة بحولهم الى بلدرز ونبني كل شيء. فضروري تقديم الوقت. مصادر الاكل خلنا نحط عيننا عليها شوي، 8300. الفورستر هذا ما ودي انساه، عساه خلص. هذا مين هذا؟ ايوه هذا الفورستر، بقول له لا تقص بس سوي بلانت، طفي القص بحيث بتشوفون بعدين الكثافة الكبيرة في هذه المنطقة. كان مفروض اني احط فورستر كبير واوظف فيه واحد، ليه؟ لان الدائرة حقه نفس دائرة الهنتر، فبيكثف حتى في الشارع هذا الاشجار. ما عليه كلها 10 خشبات يا رجال، كنسل. والهيربستر هذا اللي لسه ما بنوه بكنسله. تعالوا خلصوا لي هذا بسرعة، يلا بسرعة. شوف عطيتهم اوامر كثير انا، فللأسف ما راح يجوني بسرعة. تحصلهم مسكوا مشاوير وراحوا الى المدينة هذه او المكان هذا، شوفهم يجمعون الستون. لكن بشكل عام موضوع الستون والخشب تقريبا نقول ان شاء الله حالينا، لان حطينا فورستر ثاني في هذا المكان. نيجي للشغلة اللي بعدها، الستون عندنا 2، الشغلة اللي بعدها ايرون، برضو امورنا طيبة. نيجي الشغلة اللي بعدها الفايرود، الفايرود مخلص، لكن برضو ان شاء الله راح تنحل المشكلة. شوفوا زاد يزيد وينقص يزيد وينقص، مفروض قبل لا يدخل الشتاء تنحل هذا المشكلة مع الفورستر. والوودكتر زدنا 1، وليش رايكم نزيد 1 ثاني؟ بنزيد 1 ثاني لفترة مؤقتة بس مش الحين، خلهم يقصقصون، بنزيد 1 ثاني هنا. الشغلة اللي بعدها وش هذا؟ الأسلحة أو الأدوات اللي يستخدمونها. تعال في شغلة مهمة اللي هو البيوت، أهم شغلة انتبهت لها أنا ونسيت ما أبني البيوت. نحط لهم ستون هاوس هنا، خلهم بس يزيرون الأشجار وراح تبين معانا البيوت. الستون هاوس طبعا من غير المود موجود، ألزقه في الفورست لأن الفورست ما منها إزعاج، لكن هنا فيه مصدر إزعاج وهذا مصدر إزعاج، فكذا كذا مضطرين الظاهر أن ندخل هذا البيوت. وبنلاحظ مسألة الإزعاج، هذا زي الاختبار اللي كان ودي أسويه. هذا بيت 1، دقيقة الماين، لا الماين ما يوصلهم، مبنى 1 بس اللي يوصل إزعاجه لعندهم. تقريبا بحتاج أكثر من 2، لأن عندك فورستر وعندك هذا. والله كذا بنينا بيوت كثير، عندي 2 هنا و2 هنا. فنهاية هذه الحلقة بتشوفون زاد عدد السكان في هذه الحلقة. في واحد علامة استفهام، الهيربستر أذيتني بالحلقة، اصبر مكانك قريب. الفورستر بعد ودي احط 1، ولا تدري خلنا اكرفه، هو مفروض انه يشتغل عامل. وين اللي مأذيني هذا؟ ايش تسوي؟ مفروض انه يشتغل عامل. اي هذا هو جالس يكسر في الخشب اللي طلبناه منهم. والله هذه من افضل الشغلات صراحة اللي في اللعبة، ان الشخص اذا عنده وظيفة وكنسلت المبنى حقه او وصل لمت حقه خلاص يتحول الى عامل. على طاري الفود لمت، ودي اشوف صراحة هذه الشغلة، لان زاد عندنا التعداد السكاني فلازم نغير. شوفوا مثلا التولز كنت حاطه 50 شوية يا حبيبي، خل التولز يوصل 200. غير كذا التولز البلاك سميث هذا مبنى جديد لابد. شوف هذا التولز ايش هذا، الرف تولز اللي هو ارخص واحد، هذا ينكسرون بسرعة، 33 هذا لا اعتبرهم ولا شيء. مفروض ان نستخدم هذا باستخدام الايرون. اي موضوع الجلد ذكرته، موضوع الجلد اللي كنت بقول لكم اياه، طبعا هم سعادتهم ما راح تشوفها متأثرة كثير الأفرج، ولكن عيبه وين؟ عيبه في الشتاء، إذا ما حطيت لهم ملابس جاكيتات في الشتاء راح يسحب عليك ويجلس في البيت يتدفى فترة أطول. فإنجازهم وشغلهم في الشتاء راح تشوفه بارد، شبه
موسم كامل كذا إجازة عندهم. لكن إذا وفرت لهم الجاكيتات، والجاكيتات طبعا أنواع، هذا تقريبا الهايت كوت من أرخص الأنواع اللي هو حتى يتطلب أسهل الشغلات اللي هو الجلد، جلد الغزال أو الجلد اللي راح نطلعه من الخيول. فبما أني جبت هذا، شوف الخيول ما شاء الله، هذا له 4 وتاجر راح للأسف. خلنا ندخل مصادر هنا في حالة جانا تاجر بعدين، نقول له مثلا حط لنا 1000 من البلاك بيري هنا، وبنتاجر ب1000 من البطاط. راح اتاجر بها بشيء يعني استثمار في الأكل نفسه، لين ما أصنع المصانع هذه اللي أقدر أنتج فيها شغلات وتنباع بسعر غالي حتى أغلى من الأكل وأفضل من أني أبيع أكل الأكل. فشخص بادي تركيزه بالأكل لابد أنه يتاجر بالأكل، ما عنده شيء ثاني. فاللي كنت بوصله من ناحية الحين، أنا وصيته يحط لي شوية ملابس. وقف وقف، الملابس ليه ما راح أستخدم الجلد؟ مجرد ما يجيني الخرفان إن شاء الله راح أقدر أحط الجاكيتات الثقيلة، الجاكيتات اللي فعلا تأثر. ما ودي أستخدم أرخص جاكيت وحرام الليذل يروح الحالة، لكن إذا مكست بين الليذل والوول اللي هو الصوف من الخرفان راح يجيك جاكيت بالصوف، عرفتوه هذلاك اللي يجيبونه من باكستان، يعني جاكيت حق البرد، ما هو البرد حقنا هذا حق الخليج أبو 15 درجة الحرارة، هذا اللي يتعاملون بالسالب. فجاكيتاتهم تكون رهيبة قوية. وبعطيكم معلومة سريع، في كندا والبلدان هذه اللي توصل لدرجة حرارة سالب 30 ومدري كم، يوم تروح تشتري جاكيت يقول لك تبغى حق سالب كم، فتحدد درجة الحرارة حق الجاكيت، يعني قايسينها كل شيء بالملي. طبعا نفس الكلام راح ينطبق على موضوع الايرون اللي هو التولز هذا، نفس الكلام اللي قلت لكم على الجلود، انك لو خلطت بين الليذل وصوف ومدري ايش راح تجيك افضل وافضل في الجاكيتات. الايرون نفس الشيء، فيه بعده يجيك ستيل، الستيل هذا راح يطلب لوج وايرون زائد تقريبا مصدر ثالث مسرع مجالنا الشتاء الثاني. يا ولد ريلاكس، انا كاني سرعت الوقت بزياده، خلنا هدي شويه. فراح يجيب لك الستيل اللي ما راح يتكسر بسهوله، هذه احد الشغلات المهمه. لكن المفروض ان عندنا في المودات وركشوب ثاني، خلنا نجرب. شوف عنده هذا تيني بعد، بيلدينج تيني، نفس اللي كان موجود في السي سي، المطور كد حاط لك قائمه تيني ثانيه. والله يا شباب شوف هذا تيني هنتر، بس شكلها اجمل من هذاك حق ستراند الديب. خلنا نجرب طيب الوركشوب حقه وش عنده. تيني تايلر، وعندك تيني وركشوب. اها هذا فصل خياط من الحداد. طيب خلنا نشوف الوركشوب حقه. لا هذا تولز اند كلوث وركشوب في، لا هذا الفصله، هذا الحداد الحاله وهذا الخياط، وهذا الاثنين مع بعض. طيب من باب المقارنه، بما اني استعرض لكم شو اسمه المباني، فخلنا نجرب مثلا هذا. ان شاء الله انه مش داخل في حدود الازعاج، والله داخل وبقوه، بس هذا ما شغل في النهايه، وركشوب حداد. في تيني بيلدينج ثاني، ساند بيت، تيني بيكر، خباز، هذا الخباز يباله شغل بعدين. تيني مل، المل هذا اللي اتوقع راح يعطينا هي مطحنه، وهذا اللي بعد ما يذبحون الخيول تقريبا يمكن يحولها الى مصدر اكل ثاني يعني اللحم. وهنا سموكر، نظام ستراند الديب. شوف هذا فيه تفاصيل كثير، وهذا تقريبا اللي يجيبون الحليب يحولونه الى روب ولبن اللي هو الدائري تقريبا. فيه تفاصيل ابو التفاصيل يا الربع، وهذا عد من الصوره ما يحتاج اشرح لكم. وفي عنده موديل ثاني للاول تاون بلاك سميث. حلو هذا الوركشوب يا اخي، الحداد هذا اقدر اشغل فيه اثنين، ما اقدر اشغل الا واحد. المشكله في الوركشوب هذا الصغير الميني، فاذا ما قدرت اوظف اثنين ما راح اقدر تقريبا اجيب متطلباتهم كفايه. ان شاء الله هذا الوركشوب اللي ابنيه بيجيب لي اثنين، والا راح نعاني من موضوع التولز، والتولز اذا خلص كل شيء في المدينه خلص، وراح يتاثر او راح اتاثر فيه بصوره جدا سيئه. خلينا نشيك على العماله اللي وصيتهم. الهارفست تقريبا الستون خلصنا، والله باقي الاكسات تشوفونها. طيب وين عمالتي؟ يقصقصون في الاشجار اللي موجودة هنا، هذا وانا مسرع الوقت. طيب اقولهم وقفوا من الاشجار، كانسل ريموفر، وقفوا هذه الاشجار خلاص، وركزوا في الستون. خلنا نقول 3 بلدرز
شغلة ضرورية جدا انك ما تبني المباني الا وش اسمه تصير اغراضها كاملة موجودة عندك. ليه؟ العامل هذا يوم يروح يفرفر راح يجيب لك مثلا مشوار طويل ويجيب لك خشبتين كذا ويحط لك اياها في المبنى، او الستون مثلا ما عندي ستون كافي، نفترض ان عندي 5 ستون وانا بنيت هذا المبنى وما وقفته ما سويت بوز، راح يجيب 2 3 ويحطها في المكان هذا. تخيل المشوار اللي يضربه من مسافة الستون ويجيبه، فضروري انك توقف. اما في حالة ان المواد كلها المصادر موجودة راح يشيل كمية كبيرة من الستون والخشب وطق يحط لك، فانت تستفيد من رحلات العمالة، فهذا شيء لابد انك تحسب حسابه كل ما تبني البيوت. وهذه الغلطة انا غلطتها في هذا المكان، لكن الحين اكتملت بسبب اني قدمت وقت كثير وجمعوا ستون كثير، فيجمعونه ويجيبونه على طول دايركت هنا. ففيه تفاصيل كثير كيف انك تسيف الوقت في هذه اللعبة. المدرسة ما طلعت تخلص يا الرب. اوكي بناءها يحتاج 105، شوف الفرق بين الستون 50 وهذا 105، يعني كأنك تبني بيتين ستون. فبنزيد المهندسين 4. طيب نرجع للليمت. الليمت حاليا الخشب مفروض ان يحطه 1000 ان شاء الله. انه الستون نفس الشيء لو انها 1000. الايرون انا حاط الليمت هذا البسيط عشان بس اعرف انتاجي ويذكرني يوم اوصل الليمت. الايرون بعد 1000. الفيول ما ودي انه يوقفه. التولز 200 مناسب عشان اعرف شغلهم اسوي له تراك. حتى الفيول 500 خله. الاكل 10000. باقي الامور صراحة ما تهمني. خل نرجع للفورستر هذا ان شاء الله يكون خلصه. اوه انا هدمت الصغير ونسيت الكبير لانه كان ماخذ المساحة فما قدرت. طيب هذا برضه ما ننساه، نسوي له بس بلانت. طبعا الفورستر اللي حطيناه في هالمكان لابد ان نحط له خيمة صغيرة. خسارة فيه الستون صراحة. ليه؟ لان هالمنطقة بعدين بشطح فيها وراح ادمر المباني هذه، فخله يتحمل البرد نفداه ونروح الى السيسي وعطنا من البيوت الصغيرة. افا مش موجود من السيسي هذا الميني بيلدينج ميني هاوس تقريبا انها خيمة صح؟ هي هذه الخيمة، خيمة جنب احلى فورستر. وامسك الخطوط يا الغالي، مش امورك كذا عائلة صغيرة وما نبغى عيال، ما نبغى منك شيء. ركز. الله يستر عاد لو العائلة كلها تيجي على الخيمة هذه. خلنا نشوف ايش يصير معه ان شاء الله ما ننساه. ثبت شغلات هنا، خلنا نشوف ايش هي. مثبت الوود كتر لانه كان ودي ازيد واحد فيه، لان الفاير وود في تناقص. لا والله زاد، حلو دامه رجع يزيد وحنا في الشتاء يعني امورنا طيبة. 2 ان شاء الله انهم كافيين. في 100 اتذكر فاير وود ان شاء الله اني استرجعتهم من المخزن الفاير وود. اوكي ما عندنا الا 1000 من هذا و1000 من هذا، كويس. هذا التاجر جاءنا تونا نجهز لك الامور، حياك الله وبياك، تعال سريع. عطه ضرب 10، شوف الفاير وود يزيد، الاكل ينقص. الضرب 10 هذه حلوة كذا انك تقيس النبض كذا على السريع. طرنق الحين بيعطيني تنبيه. جاهزين؟ وش عندك يا طويل العمر؟ وش ذا؟ تكولا تكولا. عمي جوجل ترجم لي الله يصلحك. والله ما ادري يا شباب، هذا يقول لي تكيلة يستهبل، اقول له ذا يقول لي كذا. مكسيكان ليكور ميد فروم اجاف، شيء مكسيكي مصنوع من الصبار. دام تكلفتها 10 انا اقول لكم ما لها لازمة. نسوي اوردر، ما عنده شغلات تسر. شوكولات عنده، شوكولات نحب الشوكولات احنا، جيب لنا شوكولات ونقول له دسمس توكل على الله. لا اشوف خشتك اذرف. والله المدرسة عادة شغالة، 2 طلاب و2 ستودنت. هذا مش تعلمه كذا كذا غلط. عمره 15، هو من سنه 10 الى سن 15 وهو يدرس 5 سنين. متى بتتحول وركر انت؟ بس صراحة وش تعلمه ما ادري يا شباب، بس انه يطلع شغيل وانتاجه متضاعف. خلنا نشوف خيولنا وش صار عليهم. 4 من 9 ما زالوا. شيت يا شباب، شيت 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 شيت. الاكل هذا ايش وضعه؟ ليه ما حد شله؟ نسيت انا من هذا اللي يلقط. هذا المفروض انه فارمر خلص الزراعة وهو اللي صار يرجع، مع اني انا مسوي البيك اب مقفل، لكن بما انه خلصت وظيفته حاليا لازم عشان يزرع يفضي المكان، فمضطر انه يتحول كوركر. العمالة كلهم مشغولين طبعا في تكسير ما تكسير، فعشان كذا تركوا موضوع الزراعة، وهذا بيأخرني في الزرع الموسم الجاي وانتاجنا في الموسم الجاي بيكون سيء
وبيخرب بتخرب الزراعه بسبب انه تاخروا في حصاد الموسم اللي قبله. فخلنا نسوي كانسل ريموف الستون لانها مشاوير، ونسيت ما احط لهم ستوك بايل قريب. طبعا انا اتذكر في اخر لحظات كل شيء عشان ما ننسى المره الجايه، خلنا احط لهم ستوك بايل قريب هذه المناطق. اتوقع اني حطيت انا وزعت، اي والله وزعت الحمد لله. اشكرك اشكرك، حسيت اني بنسى. طيب بنزيد واحد في هالمنطقة، 10 في 3 كافي. شوف واحد صغير بس ما زال 30%، لكن يبين لك انه فل. هذا مهم جدا، يقصون ويحطون على طول الاشجار والقص هذا كله قريب منهم. الفورستر خلص، يا سلام سلم. هذا هو مثبت انا عندي كت ان بلانت وكله اشتغل يا مدير. طبعا هم انقسموا وصار 2 من 4، وهنا 2 من 4، ولكن بخلي التوتل 6 ويصير 3 من هنا و3 هنا كذا، 3 من 3 3 من 3. لو شفنا الوضع ساء بنزيدهم بعدين. موضوع الخشب انتهينا منه، الايرون والستون مخلصين. ان شاء الله ان التولز ما ننتكب. في بلاك سميث تقريبا او وركشوب جديد هنا بنيته، نعطيها أولوية. والمدرسة خلصت واخيرا، ونكنسل المدرسة الصغيرة هذيك، يصير عدد الطلاب اكثر من 5. تسوي له وورك اطفاء وهذا تشغيل على طول، المدرسة وطلابها ينتقلون. انا مسرع الوقت كثير الى المدرسة. يا سلام سلم، مدرسة رهيبة، جنبها الشجرة الرهيبة هذه، والشجرة الرهيبة هذه اللي محافظ عليهم انا من بداية السلسلة. وانت طبعا شيل، وانت شيل. شوفوا الليت سبرينج ولسه هذا ما لقطوا. اخ طبعا هذا الموسم راح نغير حصاده الى البطاط، وهذه شغلة مهمة انك ما تنساها. انا بس اعود نفسي على هذه الحركة، ولا هو ما فرقت. البطاط مليان في المخزن والبلاك بيري، بحيث ان اذكر نفسي بالسيدز واني انوع بعدين قدام في اللعبة. شوف هذا وصل عمره 16 وما زال ستيودنت، يعني 6 سنين هذه استثمرها، ممكن يوصل 20، نسيت كم سنة يدرس. لكن بعدين يعطيك الضعف في الشغل، انا ابغى المدينة كلها متعلمين. السلام عليكم. خلنا نشوف، 47 شخص عندي من 29 عائلة. التعليم عندي 33%، والملابس 77%، يعني 23% ايش مفسخين. في مبنى ثالث اللي هو الارشرد تقريبا او شيء كذا، والله نسيت وش يعطي بس بنبنيه. شوف هذا بخليه على نهاية الفورستر بحيث تكون فيه كثافة اشجار في هالمنطقة، يصير يتصيد منها. وبقربه من المدينة لاني اشوفه، خلنا نقول كذا مثلا، لاني اشوف السكان يجونه كثير يتعالجون يشلون الاعشاب من عنده. فممكن نقرب المسافة اكثر لو بنينا ماركت هنا، هذا الماركت، ونجيبه مثلا كذا. بس الشيء البايخ في الماركت انه بس يأثر على هذه البيوت، يعني البيوت هذه لو جايين مثلا يبون شيء من هذا الستورج وهو موجود في هذا الماركت ما راح يشترون منه، مستحيل. هذه يبيلها اختبار في الحلقة الجاية. صيادينا علومكم ايش مسوين؟ 4 صيادين كانوا انتاجهم اوف موسم الماضي 800، كانوا 1000 وشيء، يعني تقريبا اذا قلنا الشخص الواحد استخدام الاكل 100، فكانوا يغطوا لي 10 اشخاص من المدينة. ليه 800؟ خلص السمك في هالمنطقة، غير مكانكم، في مكان مناسب ثاني هنا البحيرة هذه، يصير وضعهم في السليم. شوف انا حاليا هنا بس هذه البحيرات الا مشبوكة مع العالم الخارجي. حلو، هذه مشبوكة بعد. والله عجبتني الخريطة، توسعنا بالراحات، والله الحجم جدا 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 كبير. تخيلوا هذا كله اللي بنيته انا بس. الصبر 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 مفتاح في هذا اللعبة، ان التعداد السكاني ما تزيده فجأة، هذه النكبة كلها تجلس تزيد فيه حبة حبة. مع اني انا بنيت بيوت كثير، ولكن يعني ضمنت اني راح اقدر اكفي او اوفر متطلباتهم. شوف الحين الستون موجود 100، وهذا الحين بقولهم بلد عشان الفورستر واخوانه الماينز هذولا تقريبا 40 و40 80، وهناك خالصين 80. اوكي كافي، حلو. الوركشوب خلص اخيرا، هذا راح نطفيه. شوف الشغلات اللي يوفرها، ليه 2 وركشوب الثاني شغال هناك. اوكي هذا راح نطفيه وهذا راح نشغله. ما شاء الله هنا خيارات اكثر، فيه وودن، وات في تول بالخشب، هذه ضربتين وينكسر. بس حلو في حالة انحشرنا في الستون هذا اللي كنت اقول لكم عليه، لا مش هذا، هذا ستون.
في واحد ستيل اللي تستخدم الكول الفحم تستخرجه من هنا، لكن عنده الايرون اللي نباه، وعنده نوع ثاني باستخدام الفلاكس ملابس. الفلاكس اللي كنا نبيعه اللي نجيبه من هذا حلو، بس مستحيل افضل من الليذل مستحيل، لكن بوفرها لهم ولا يمشون مفسخين. شوف هنا يقولك ورم كوت، هذا اللي يقصده. في ورم كوت ثاني باستخدام الصوف، صوف وجلد، هذا دافي تقريبا مش الاقوى لكن قوي في التدفئة. حاليا نكمل على الايرون ولا توقف، لا اشوفك توقف. اقدر اوظف اثنين يا ريت الصراحة. حق الودن تول هذه عجبتني في حالة النكبات. الميني هربستر هذا انبنى. الحلو في الموضوع انك لو سويت بن ونسيت المبنى وينه، مجرد ما تضغط عليه راح يصفر، راح تشوفه بالاصفر مثلا. هذا هو، شوف الفورستر الميني هربستر صفر، هذا هو ويصفر اسمه بعد. فشغال صاحبنا المداوي وعنده اشجار كثير الحين نطلع منها ادوية. شوف ما شاء الله على طول جاب 21، وهو كان موسم كامل هنا يجلس 4، الحين في دقيقة جاب لي 21. فالحين مشواره يجمع في هذا الهيربز، اتوقع هو اللي يوديه للستورج. صح هو اللي يوديه للستورج، بعدين السكان يجون ياخذون من هنا. فالماركت احذف ابو جدة. شوف طلع لي التنبيه، تنبيه تنبيه تولز تولز تولز. عندي 2 فورستر. طيب تدري وش بسوي؟ بشغل هذا معاه و اثنينهم يجيبون لي ايرون كذا، بكون ان شاء الله حليت قضية اول سطرين واهم سطرين والفود طبعا قبلهم. يعني كذا المصادر كلها ان شاء الله مضبوطة 100%. وبالنسبة للعمالة عددهم كافي، وفيه بيتين ينبنون هنا راح تشوفونهم مبنيين ان شاء الله على بداية الحلقة الجاية. وكذا المشاوير هذه انجاز الفورست كان سيء اكيد بسبب. اما حبيبي في خيمة بنيت لك اياها، خيمة تحتاج لها مهندسين، راح احولهم كلهم مهندسين. تقريبا المصادر كلها الحين موجودة. ايوه كويس اني انتبهت له. فورس هذا بتنحل مشكلته المسافة البعيدة، ونفس الشيء الماين هذا لا باس بمسافاتهم، ممكن حتى يسكنون في احد البيوت اللي تكون هنا. او خلنا نمسك البيوت نشوف المسافات اللي يروحونها. اوه ماي جاد، من هذا الفورست لودج، هذا لانه مهندس ممكن يضرب هذا المشوار. مستحيل يا اخي، في بيوت هنا كثير، 4 بيوت، 3 صفه، واحد هنا. هذا المزارع، هذا تنحل، وهذه طيبه. وهذا راعي الخيول جا سكن مع الصيادين في هذا المكان. الامور كلها طيبه ان شاء الله. تعال هذا وين؟ هذا جديد برضه ساكن مع الصيادين. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم يا شباب واستفدتوا. قرب الشتاء، وين الشتاء اللي يختم فيه؟ لازم انتظر الشتاء. حلو خلص هذا الفورست. ضروري جدا ما ننسى نقول له لا تقصقص، بس سوي بلانت وكثف لي ابو المنطقه هذه كلها. الشارع هذا ما اريد اشوفه، مع ان دائرته اكيد مختلفه عن دائره هنتر. شوف هذه دائره الفورست، تقدر تثبتها وتشوف دائره هنتر تقريبا، يعني متقاربين مو مشكله. اللهم هذه المساحه اللي انا اصلا امسح فيها. مقدم الوقت ضرب 10، ودي اعطيها نظرة، الاكل يزيد، بس في الشتاء بياكلون تبن. التولز بعد ينقص، التولز يبالنا نشوف له حل. الفاير وود مش كافي، هذا كله بتنحل الحين مع الفورسترز. طيب هل الخشب يزيد ولا ينقص؟ اذا لزم الموضوع مثل ما قلت لكم بحط لي ودر وود كتر ثاني صغير، ويعتبرون 4 في هذا الوظيفة. اي والله واحد ما يكفي، ولا ببني واحد من الطرف الثاني، واحد كبير من الطرف الثاني من المدينة. بنوظف فيه واحد حاليا كاني باني ميني، وبعدين متى ما احتجنا نوظف فيه 2 أو 3. ضروري جدا ما ننسى نحط ستوك بايل جنبه، بس بخصص بس تبع الخشب. روح عند الستورج ستوك بايل الى اللوج ستوك بايل فقط، بحيث لو قصوا هذه الشجرتين على طول يحطونهم هنا. وفي تاجر وصلنا عساه جاب لي من الخرفان روستد كورن، سعره كم؟ 2. دام مش بدولار واحد بنشتري منك نص 100، خلينا نقول 200 سمكه. سكان طفشوا من السمك. يلا تريد ونعطيك اوردر. وش عندك وش عندك وش عندك؟ وايلد سيد، في سيدز حلو. اي شيء جيب لنا اي سيد يا حبيبي. هات لنا تفاحتين معك، شويه مكسرات، يلا توكل على الله. يا اخي صح في ستراند ديب ليه ما كان عندنا كذا؟ نجدف باثنين.
والله فكرة حلوة كانت سفينتي تكون تشوف المنظر وانت تجدف بهذه الطريقة، بدل كانت طريقة واحدة بس من جهة واحدة. هلا بالتاجر الثاني، شوف الحين وقت التصادم. وقفت في وقت ممتاز صح؟ يا ساتر يا ساتر يا إلهي. عنوان الحلقة تصادم التجار. والله لا سويها. يلا ساعي صفط، لازم نسرع الوقت. هلا بي السيدز، مدري حق ايش هذه بس ب 2500؟ ليه ما اقدر ابيع؟ اي ليه مسود؟ يعني مش كافي 500 بس تبغى؟ صديق ايش في زيادة عندنا؟ والله ما في الا البطاط. 1500 فلاور؟ ايش ابغى بالفلاور؟ ايش الورود الرومانسية هذه؟ اعطيني 1500 فلاور الله ليهينك. يا اخي ليش هذا الالف داكنة يا شباب؟ ما يبغى، هو ما يبغى يمكن بطاط ولا يبغى بلاك بيري. هذا شكلي انا وصيته بالسيدز. تكفى يا اخوي وش فيك؟ اوكي 1500 عندي فلاور وباقي 1000. اما حتى التجار يطفشون من الاكل. عندي يا ولد 200 مشروم. هذه مشكلة المصانع يوم تتأخر فيها. اللي يقدرون يجيبون لي اياه ببيعه. السيدز ما يروح علي. لو ايش مكان. خوفي بعدين يتراكم الاكل والبطاط وهذا كله ويصيرون ما يبون ياكلونه. لازم اني انوع لهم. فايش فائدة البطاط؟ انحشر فيه. اوه البير خلص يا شباب. الحين اقدر اجيب لي ناس من برا، ولكن ما هو بالحين. في حال انحشرنا انا اشوف وضعي مستقر كذا. مشكلتهم انهم غير متعلمين، هذا العيب الوحيد. ونسبة التعليم عندي 33%، انا ناقص انكب نفسي اكثر. ما راح اقبل الا لو وصلت نسبة عالية فوق 50%. بدبر اللي ادبره واني اشتري السيدز مهما كان. السوي سوي بين بين فاصوليا فاصوليا شو اسمه الصويا هذه. يا ربي والله اللي متنح صدق. شفت سيدز بس سحبت على الاسم فاصوليا. والله لا اشتري، والله لو اني ابيع التولز. مدير تركيزه. خلنا نشوفه يا شباب. البلدر بنقصهم، الوركر كلهم بحطهم هنا عشان تجيبوني الاغراض سريع. هذا بطفيه بس ما لا لا طفيه لا، هذه تضحيه بشخص ممكن يجيني ويجيب لي سيدز ثاني. خلنا نقول 7، واحد هنا وستة هناك. كيف كذا؟ اكثر من كذا شغل ما في. فلاور 830، اذا رحت علي بقتلك. يلا استعجلوا استعجلوا. او زاد خيل واحد. اي والله هذا هو صغير. هلا بي هلا بي. شوف كيف يا اخي، اقسم بالله يا احب اللعبه. حتى الخيل كذا حطوه صغير ويكبر مع الوقت. خلاص اذبحوه يا اخي. الحين لو حطيت الليمت حقهم الى 4 بيطيرون راسه. هذا شغل نظيف، ربي اللعبة شغل نظيف يا شباب. شوف شوف كيف التجار كلهم الحين شغالين تقريب الموارد. تكفى صبرك علي، تكفى تكفى. حتى الفايرود بجيب لك اياه، اصلا ما عندي 3. شكلي جوعان بروح باكل فاصوليا يا ولد. الفلاكس ب2 حلو والله، ينباع ب2. الهيربز ينباعون ب4 حلو. بيع فلاور، تبى ورود لبى قلبك رومانسي. حلو 1500 جابوا الفلاور. تكفى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يو ار اوفر بينك 6-6 يا رجال، تستاهل. يلا فدوة فدوة تريد. رجع عمالتنا. خلى 2، واحد من واحد هنا، واحد من واحد في ذا الصغير الثاني. الوركر والبلدر امورهم تمام التمام الحين. كذا نقدر نختم الحلقة اليوم الحمد لله. دقيقة صويا بينز يا حبيبي. نختم ايش؟ نختم الفاصوليا. معزومين كلكم يا شباب في الحلقة الجاية على فاصوليا. هذا الحاصل عاد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا مرحبا بكم كلكم. شوف هذا هذا هو البير الدب اللي كنت ادور عليه. هذا هو موجود، ممكن يقتل الهنتر او اي من الاشغال اللي تكون في القابة. فلا تنصدم اذا احد مات عليك. شوف حرك قبل شوي، سويت التريد ما قلت اتوكل على الله، بس الظاهر انه كان ينتظرني. الله يجزيه الجنه. A child named Bortiz، مفروض يسمونه سويا. في طفل يقول لك ان ولد سموه بورتز. المهم لا تنسوا اللايك والكومنت يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله اني صورت 3 ساعات للحلقه.